ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة انا هوريكم اشهر موقع مونتاج للايفون، تمام، لينوفو، بس مش اشهر موقع للينوفو، يعني اشهر موقع للايفون. يلا نبدأ. اسم الموقع كيم ماستر، هو قدامكم كيم ماستر. عليكي اولا هندوس على الزائد، ملكمش دعوه بشكل التيك توك دي ولا اليوتيوب دي ولا، بس لو انتوا عايزين تعملوا فيديو دوس على دي، ولو انتوا عايزين تعملوه على الانستجرام دي. بس اولا هندخل على دي المهمه، يعني اهم واحده. هندوس على الوسائط، بعدها هندوس على كلمة الكل، علشان لو كده اهي الفيديوهات قليلة قوي قوي. هندوس على كلمة الكل هتلاقي كل الفيديوهات. فمثلا نختار فيديو اهو، هنعمل فيه مثلا، نعمل فيه لو عايزين نعمل فيه كلام، نكتب فيه كلام، ندوس على كلمة نص. مثلا نكتب مهلا، بعدين لو عايزين نغير الالوان، ده اللي ما يعرفش برنامج كيم ماستر، انا سايب لكم الوصف بتاعه تحت في الرابط بتاعه في الوصف. لو عايزين نغير الخط، لو عايزين نغير الالوان الاولا، اهي الالوان اصفر بس، واصفر لو عايزين بقى تغيروا الالوان اهو. بس لو عايزين بقى نغير الخط، ده خط، بس الخط ده بيجي مع الانجليزي، مش بيجي مع العربي. يعني مثلا نكتب حاجة كده لخبطة وخلاص، يعني ايه في ايه، يلا اهو اهو. عايزين نعمل مثلا نغير الخط، الخط ده بينفع مع الانجليزي مش مع العربي اهو. بصوا اغير الخط ازاي كده، مثلا اخر حاجة بتبقى بالخط ده، بصوا هي كبيرة شوية، بصوا كده اهي. نبعد بس عن اللون الابيض ده. لو احنا بقى عايزين نعمل صوت اهو، ده الصوت، ندوس بس على كلمة باد، نقول مثلا اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم عاملين ايه، تسجل الصوت، ندوس على صح. ايه في ايه، اللي هو بيلزق الاصوات في بعض، بس انتوا ممكن تعملوا حل، في حل انكم لو تقدروا توقفوا جزء من الصوت ده. ندوس على غلاف الصوت، هندوس على زائد اولا، دي هي عملت لنا دورية هنا، نيجي نقرب فيها بالنص كده، فيها نعمل كده كده. بقى انت وقفت صوت الفيديو من هنا لحد الاخر هنا. لو عايز ترجعه زي ما كان، مثلا الحتة دي، مثلا الحتة دي لحد هنا، تدوس زائد وتعمل تخليها لحد 100، وبعدها تجيب واحدة جنبيها كده وتنقصها كده، ودي بقت 100 100. لو عايز الحتة دي ما تكونش مايلة كده، اعمل كده واعمل كده، بس بص الصوت هيبقى عامل ازاي، مش باين اوي. الصوت ده بقى هو بتاع دي، احنا نقدر نتحكم في الصوت، نقدر ندوس مغير الصوت اوريكم، يعني هيبقى صوت مضحك.
ندوس مغير الصوت لو انتوا عايزين كده يعني سينجاب. ايه ده؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ وانسان قالي ايه يا اخي، ده غرطه وده غرطه وده ايه؟ ميكروفون مربك مربى تذمر شاب سيء. هو انا شاب سيء يا جماعه؟ الصدى الشديد، الصوت المقرف ده، الصوت ده طفل رجل مذيع حاسوب الثقب الاسود. اللي جاب الثقب الاسود في الاصوات؟ وامراه لا وقف، ما تعملش كده. لو احنا بقى عايزين نعمل يعني نقدر نعمل حاجة كتابة يدوية، يعني مثلا نعمل شخبيطة شخبط شخبيطة، عايزين بقى نكتب اي حاجة، نشخبط شخبيطة، نبهدل الخبيطة اهو اتشخبطت زي الشخبيطة. لو عايزين احنا بقى نحط مثلا صورة، ندخل على كلمة صوتي، لا ندخل على كلمة المؤثرات الصوتية كده، هنلاقي فيه صور كتيرة، في منها بفلوس وفي منها مجانية. يعني مثلا الحاجة دي بفلوس، لما يعمل كده بفلوس، انكم تقدروا تجيبوها لمدة شهر ب4 جنيه ولمدة سنة ب23 جنيه. يعني في حاجات بفلوس وفي حاجات لا كده. هندخل على اف اكس. يا ماما ايه ده الوحش ده، في منها بفلوس وفي لا. الحلو قوي قوي اللي يخلي الواحد يشده كده، دي بفلوس. في حاجات كتير قوي كده بس انا ما اعرفش لازمتها ايه، بس لو ممكن تفيدكم انتوا في دي. يعني نجيب دي كده، دي ملصقات، هوريكم ايه هي الملصقات دي كده. بس عايز اشوف واحده كده مجانيه، بحب انا الحاجات دي. صح، في هنا ملصقات ايه مش ذكرى. بس ندوس على التي تكست، دي بقى خطوط وخطوط كده بقى. اللي جاب كده يعني مثلا تشتروها مثلا مجانية، اتثبتت. بس نكمل بس اللي احنا بنجايبين فيه ده. ده لسه في بقى حاجات كتيرة قوي، خطوط كتيرة قوي وخط يد. استنى كده، خط يد ايه؟ حاجات كتيرة قوي قوي. دي بقى موسيقى، في منها بفلوس وفي منها مجانية. في هنا الفنانون صوتي، مش عارف ايه صوتي دي، الاطفال صور اصوات اطفال، سينمائي كلاسيكي ارقص ارقص ايه، واي دي ام. يعني بص حاجات كتير قوي. دي بقى زي مثلا اقول لكم، انتوا مثلا بتسجلوا فيديو هتحطوه على اليوتيوب مثلا، وانتوا في حتة هادية وعايزين تحطوا فيها صوت، مش عايزينها كأنها في الفيديو فيها صوت. دي بقى صوت، بتعمل اصوات كانكم مثلا في ملعب ما فيهوش ناس وما فيهوش اصوات، هتحطوا فيه صوت هيعمل اصوات الناس وكده، هتبان كانها في الحقيقه بالظبط. دي بقى الصور، بتخلي الصور حاجات كده. دي بقى مش عارف برضو اللي هتفيدني فيه، بس هي ممكن تفيدكم برضو. ودي
بس اوريكم بقى نجيب الحاجات دي منين. الشقبيطه دي ندخل اولا على التطبيقه، ندخل على الوسائط، ندوس على الفيديو. الفيديوهات دي بقى الحاجات، الصور، الحاجات اللي انا منزلها دي. ممكن ندوس الصور. الصور دي بقى تجيب لكم حاجات مش موجودة عندكم، يعني مش مصورينها انتم. ندخل. انا بصراحة مش عارف هو بالخط ده بيتجاب منين، مش عارف بقى، هو بصراحة مش عارف الخط ده بيتجاب منين. ممكن انتوا تدوروا وتلاقوا. الباسكت دي يعني تزيل كلمة كيم ماستر دي بقى، لو عايز تستخدمها لمدة شهر ب4 جنيه، او لمدة سنة ب23 جنيه. رخيصة جدا وفيها خصم. ولو انتوا عايزين خلاص تكونوا يعني عايزين تعملوا تخبيشات في الفيديو، هاي في تخبيشات، تخبشوا الفيديو كده بالطريقة دي، وفي نوع تاني تخبشوا بالفيديو كده. ده مش عارف كم ماستر. لو عايزينها بقى بغبشة قوي تحطها على الاتنين. بص بقت ازاي، مفيش حاجة باينة اصلا، مفيش حاجة. الملصقات دي اهي، الحاجات دي انا مش جايبها دي من عندي، انا جايبها انا. ممكن ما تلاقوهاش عندكم، تلاقوا دي بس. فلو عجبكم الفيديو، لسه، واحنا هنخلص الفيديو ده لسه في حاجة. لما تكونوا خلصتوا الفيديو بس دوسوا على دي. لو عايزين تعملوا الفيديو بجودة وحش، بجودة ضخمة قوي، خلوها على دي 4K. لو انتوا استخدمتوا كتير، لو انتوا قعدتوا تستخدموا كم مستر كتير، احتمال يعني يكافئكم بال 2000 والالف، 2000 والالف واربعمية واربعين والالف. انتوا بتبتدوا بدي. عايزين نعمله كده وكده ونزوده. بعديها في الاخر هدوس على تصدير. وكده هيكون خلص الفيديو اللي احنا عملناه، وكل حاجاته خلصت. ولو انتوا في حاجة مش فاهمينها، او اي حاجة، اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم. تمام. لو عجبكم الفيديو عملولي لايك وسبسكرايب علشان يوصلكم كل جديد مني. وما تنسوش لو في حاجة مش فاهمينها اكتبولي في التعليقات. ماشي، سلام.